فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه إذا أراد الشخص أن يعوذ أبناءه بالمعوذات أنه يقول أعيدكم برب الفلق إلى آخر السورة، أعيدكم برب الناس إلى آخر لا السورة؟ يقرأ السورة، يقرأ السورة، أو يقول أعيذكما بالله من الشيطان، أعيذكما بالله من كذا، أما أنه غير الآية غير ما يجوز هذا. نعم.